السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من العالم بعيون سعودية. نبدأها بالعناوين. الرئيس اليمني يجدد اتهاماته لميليشيا الحوثي بالسعي إلى فرض سياسة دخيلة على المجتمع اليمني. طيران التحالف يقصف مواقع متفرقة للمتمردين في 7 محافظات، والميليشيات الانقلابية تمنع دخول المواد الغذائية إلى تعز. لافروف يطالب بتحديد هوية الجماعات الإرهابية والجماعات المعارضة الشرعية قبل بدء جولة جديدة من المحادثات. الأمم المتحدة تبدي استعدادها باستضافة حوار سوري سوري في جنيف، وديمستورا يؤكد على وجود خطة لانتقال سياسي تستند على إعلان جنيف وبيان فيينا. أهلا بكم. جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتهاماته لميليشيا الحوثي بالسعي إلى فرض سياسة دخيلة على المجتمع اليمني، خدمة منها لأطراف خارجية وفرض حصار على المدن وقتل للأبرياء وتدمير للممتلكات العامة والخاصة. أكد هادي إلى أن الميليشيات الانقلابية تنفذ حربا عدوانية ضد الشعب اليمني بطريقة هستيرية. يأتي هذا فيما شن طيران التحالف عدة غارات على مواقع الانقلابيين في 7 محافظات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي تعز واصل المتمردون إغلاقهم المنفذ الشرقي الوحيد للمدينة مانعين دخول المواد الغذائية. يأتي ذلك فيما تمكنت المقاومة من صد محاولة حوثية لفتح جبهة من منطقة الدمنة باتجاه الغرب لقطع طريق الإمداد الرابط بين عدن وتعز. كما تصدت المقاومة في المسيمير لمحاولة تسلل عناصر حوثية إلى بعض القرى والمناطق الجنوبية عبر منطقة ماوية. بدوره شن الجيش الوطني هجوماً استهدف تجمعاً للحوثيين في منطقة حصب البرج غرب المدينة، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بالقرب من اللواء 17. من جانب آخر، سيطرت المقاومة على تبة الشرية وقرية الأحرم شمال محافظة الضالع بعد معارك قتل خلالها 10 من ميليشيا الحوثي وتم أسر 15 آخرين. شنت مقاتلات التحالف العربي قصفا مركزا على مواقع المتمردين في صنعاء، لا سيما معسكر السواد وجبل النهدين، وتمكنت من تدمير مخازن أسلحة في موقع آخر. من جهة أخرى، قتل عدد من الحوثيين بانفجار عبوة ناسفة في نقطة تفتيش للمتمردين في حي المشهد شرق العاصمة صنعاء. القصف الحوثي المستمر على الأحياء السكنية في تعز خلف خلال 24 ساعة ماضية 8 شهداء على الأقل، بتزامن مع استمرار القتال في عدة محاور، فيما أشارت مصادر محلية من داخل المدينة إلى أن المتمردين يحضرون لحرب شوارع قبيل إطلاق قوات التحالف والجيش الوطني عملية كبرى لتحرير تعز بكاملها. معارك ضارية تدور في جبهة أخرى هي جبهة المضاربة، حيث يسعى الحوثيون لاحتلال السلسلة الجبلية الواقعة بين تعز ولحج واستخدامها لتهديد أمن عدن وباقي المناطق المحررة، لكن قبائل الصبيحة والأغبرة تتصدى ببسالة وتمكنت مرارا من هزيمة المتمردين وكبدتهم خسائر فادحة. وفي مأرب حققت القوات المشتركة نصرا جديدا وسيطرت على وادي واكفة في مديرية صرواح. أما في دمت وسط اليمن، حيث تواصل المقاومة في محافظة إب إلحاق الهزائم بجحافل المتمردين التي تحاول احتلال مدينة دمت لاستخدامها كجسر عبور إلى الضالع مرة أخرى. اشتدت وتيرة المواجهات في مديرية في مدينة دمت، وهي المدينة التي تقع بين محافظة إب الشمالية ومحافظة الضالع الجنوبية، حيث حاولت الميليشيا مستخدمة المرتزقة من ميليشيات الرئيس المخلوع حاولت اقتحام المدينة وبالتالي التقدم نحو المنافذ الحدودية في سناح على مشارف مدينة الضالع، لكنها واجهت بمقاومة عنيفة. يشار إلى أن المقاومة في وسط اليمن لفتت خلال الأسابيع الأخيرة أنظار الجميع بانتصاراتها الساحقة على جيوش التمرد، لا سيما في دمت والنادرة، فيما تشير التقارير إلى أن مناطق كثيرة يجري فيها حراك قبلي وشعبي للالتحاق بمسيرة الشرعية ونبذ الانقلاب، لا سيما في صنعاء ومحيطها. مناطق كثيرة في مختلف أنحاء اليمن سجل أهلها صمودا أسطوريا في مواجهة الحوثيين والتصدي لهم دفاعا عن الأرض والعرض
والدين وبجهود ذاتية وأهلية وشعبية في كثير من الأحيان. فهل يعذر من تخلف؟ لبرنامج العالم بعيون سعودية، صلاح بالأغبر، عدن. وللنقاش في موضوع حلقتنا لهذه الليلة ينضم إلينا من الكويت الدكتور رفاد شليمي، الخبير الأمني والاستراتيجي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، ومن لندن الدكتور محمد جميح المحلل السياسي. أرحب بكم ضيفينا الكريمين. أبدأ معك دكتور محمد جميح ضيفنا من لندن، حول هذه التصريحات للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، ولعلنا نبدأ بالتعليق عليها، واتهامات مجددا لميليشيا الحوثي بالسعي إلى فرض سياسة دخيلة على المجتمع اليمني خدمة منها لأطراف خارجية، إضافة إلى قتل الأبرياء والحصار المدن وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. يأتي هذا فيما الجميع ينتظر الآن منتصف هذا الشهر، شهر نوفمبر، حينما يعني تم الذهاب إلى جنيف 2 في ظل هذا التقدم العسكري، في ظل هذه الحصار لتعز، والحديث عن انتصارات متتالية. في أي سياق يأتي هذا التصريح بالنسبة للرئيس اليمني وبالنسبة أيضا لسلوك الحوثيين خلال هذه الفترة؟ طبعا فيما يخص سلوك الحوثيين، هم أتوا بأشياء مستجدة وغريبة على المجتمع اليمني، سواء كانت هذه الأشياء طائفية تلبس الثياب الدينية، أو كانت أفكار مؤدلجة، أو حتى وسائل وأساليب تعامل مع الناس في الحروب. فيما يخص الأساليب أو الوسائل الدينية التي جلبها الحوثيون، الاحتفال بأعياد لا نحتفل بها نحن في اليمن، وأيضا الشعارات الفارغة من مضامينها، وهي شعارات جاهزة ومقولبة ومعلبة استوردها الحوثيون من الإيرانيين، مثل شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وغير ذلك من الأيديولوجيا التي يرفعها الإيرانيون في لتحقيق طبعا أهداف سياسية واضحة. لكن بالنسبة للوسائل الأخرى التي استحدثها الحوثيون فيما يخص الحروب وشرف القتال، الحوثيون أتوا بأشياء لا علاقة أو لا اطلاع أو لا معرفة لليمنيين بها. فيما يخص تفجير بيوت الخصوم، لا يفجر اليمنيون، تعارفوا على أنه إذا هزم طرف من الأطراف فإنه الطرف المنتصر يحافظ على ممتلكات المهزوم، لأنها تخص الأطفال والنساء والمدنيين. لكن الحوثيين في أول بادرة قاموا بها منذ سنوات طبعا فجروا المنازل الخصوم، واستهدفوا دور العبادة، وهم جماعة تقول بأنها جماعة دينية، وعندما يقال لهم لماذا يقولون هذه مساجد للتكفيريين، وهذه حجة مردودة عليهم، لأنه حتى لو كانت هذه المساجد للطرف النقيض فكان الأولى بهم أن يبعدوا الطرف النقيض وقد أبعدوه عنها، يبقوها مساجد ودور عبادة. لكن لأنهم أصلا يأتون بأشياء غريبة، يريدون أن يرهبوا الأطراف الأخرى المناوئة لهم بمثل هذه الأساليب، أيضا أساليب التفخيخ والتلغيم ونشر الألغام عندما يحسون ويشعرون بالهزيمة، هذه من ضمن الأشياء التي راجت على أيدي الحوثيين. زرعوا الألغام في عدن وحصرت حياة الأرواح، زرعوها في مأرب وزرعوها اليوم وهم يحسون بالهزيمة في تعز، على مشارف المدينة وفي الأحياء والشوارع الداخلية. والأسبوع الماضي أو الاثنين الماضي بالأحرى باص من الباصات الناقلة حافلات النقل انفجر فيه لغم وذهب ضحيته ما يزيد على 10. إذن هذه الأساليب والأفكار والإيديولوجيا التي أدخلها الحوثيون هي بالفعل دخيلة على مجتمعنا اليمني، الذي تعارف مذهبيا على أنه ليس هناك مساجد للشيعة ومساجد للسنة، أو بالمفهوم اليمني لا توجد مساجد للشوافع ومساجد للزيدية. الحوثيون هم من أدخلوا هذا الشرخ الطائفي والاجتماعي العميق داخل بنية المجتمع اليمني. تصريحات الرئيس هادي اليوم هي تحصيل حاصل لممارسات عرفها الناس، يعرفها القاصي والداني خارج اليمن، ناهيك عن اليمنيين الذين اكتووا بمثل هذه التصرفات الحوثية.
فيما يخص المسار السياسي والدعوة إلى حوار يوم أو منتصف هذا الشهر كما دعا ولد الشيخ، أنا في تصوري أن الإشكال في اليمن أن الحل ميسور ومتاح وموجود، لكن غياب الإرادة السياسية هو الذي يعطل هذا الحل. الحل موجود في المبادرة الخليجية، والحل موجود في نتائج مخرجات الحوار الوطني وهي نتائج واضحة ومفصلة، والحل أيضا موجود في القرارات الدولية وآخرها القرار الدولي 22/16. إذا نحن في إزاء الحالة اليمنية لا نتحدث عن حالة سورية يراد أن يذهب الأطراف المتناقضة والمتصارعة إلى جنيف من أجل إيجاد حل. نعم. الحل موجود له شرعية وطنية، حوار وطني، شرعية عربية، مبادرة خليجية، وشرعية دولية، قرارات دولية، لكن الذي ينقص هذا الحل هو الإرادة السياسية لدى الحوثيين ولدى معسكر الرئيس علي عبد الله الصالح من جهة، وأيضا لدى الطرف الآخر معسكر الرئيس هادي الذي يتصف بأنه إن كان لديه الإرادة السياسية لإيجاد الحل، لكنه للأسف الشديد معسكر تسوده بعض التناقضات وبعض الضعف، وربما لا يعول عليه بملء الفراغ السياسي والأمني الذي سيخلفه علي عبد الله الصالح وحلفائه الحوثيون. لكن بالمجمل أنا في تصوري أن الذهاب إلى جنيف هو نوع من محاولة لإيجاد آلية معينة لتطبيق القرار الدولي 22/16، والذي هو أصلا واضح المعالم ولا يحتاج إلى آلية بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية جامعة من طرف الحوثيين، وبقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية قوية من طرف الرئيس هادي ومعسكره بتناسي الخلافات الداخلية داخل عناصر هذا المعسكر ومكوناته، أسوة بالحوثيين وصالح أنفسهم الذين لا شك أنهم تناسوا خلافاتهم القديمة وست حروب متواصلة وأصبحوا حلفاء في هذه المعركة التكتيكية بين أعداء الأمس وحلفاء اليوم. جميل، سنأتي يعني سأعود إليك مرة أخرى بعد قليل دكتور محمد فيما يتعلق بمدى قدرة الحكومة على فرغ ملء الفراغ يعني كما ذكرت الأمني والسياسي في اليمن، ولكن أريد يعني أن أتوجه إلى الدكتور فهد الشليمي ضيفنا من الكويت كمدخل أيضا بالنسبة لهذا السلوك الحوثي الآن والذي استعرضه الدكتور محمد في جملة من الانتهاكات. ألا يفترض أن يكون هناك بوادر حسنية على الأقل من قبل الحوثيين قبل الذهاب إلى جنيف إذا كان فعلا الحديث سيكون عن تطبيق القرار الأممي هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي أخوي لك ولزميلنا الأخ محمد الجميح. أولا، ما يقوم به الحوثيين الآن في هذه الساعة هو جرائم حرب، وما يقوم به من حصار هو جرائم تهجير قسري وتعتبر جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي لا يستحق أن تدخل معاه في مفاوضات. أيضا شاهدنا الحوثيين ما عندهم حتى أخلاقيات الحرب، يهربون بملابس النساء لما كانوا موجودين في المحافظات الجنوبية، هربوا هم لابسين ملابس النساء، وبعضهم كان لابس ملابس عروس، ملابس العرس. بالتالي هذا النوع من التفكير وهذا النوع من التصرف لا يعطيك أنك تتعامل مع قيادات تستطيع أن تتحدث معك سياسيا. يعني ذكر الأخ محمد لما قال المساجد، وفعلا يعني ما ليس لديهم مشروع دولة، الذي لديه مشروع دولة لا يحاصر الناس ولا يقتلهم، بل العكس يحاول أن يجلب ويستميلهم. الحوثي الآن كل همه الآن أنه يعطل القرار للحصول على مزيد من المكتسبات، وللأسف الشديد يعني أيضا التحالف معطي الحوثي هذه الفرصة. إيش هي الفرصة؟ دائما تصريحات لا نريد أن نتجه إلى صنعاء، دائما القرار 2216، هذه التصريحات تخدمه هو، يعلم تماما أنه هو في مأمن، أنت أتجه عليه، ولما يشوف فعلا يعني العمل الجاد الاتجاه عليه والحصول على رغبته هو الآن راح يسلم. نعم. أما الحقيقة يعني دائما التحدث عن قرار 2216
ما الرجال مو رد عليكم الحوثي صار له 7 شهور ولا هو اصلا معترف حتى بغرار 2216، لم يتحدث علانية امام الناس انه معترف بغرار 2216. تبون تغصبونه غصب يعترف؟ ما ينفع معاه في الواقع، يعني هذا هو. لازم نكون واقعيين الان، يجب ان تكون هناك القوة الشديدة والاتجاه نحو مركز الخطأ ونحو مركز الخطر، هذا هو الشيء المهم. بعدها راح تجد الذي هرب بملابس النساء من المحافظات الجنوبية سوف يهرب أيضا بملابس النساء من صنعاء ويتجه إلى محافظات أخرى. يعني لازم في واقعية في هذا العمل. إحنا نتحدث في الإعلام و2216، بذمتك كم صارنا نتحدث على قرار 2216 وبكرة موافقين؟ هل صدر منهم تصريح رسمي؟ التصريح الوحيد اللي حصلناه من الشيخ ولد إسماعيل ولد الشيخ، هو اللي قال أنهم موافقين على قرار. طيب ليش هم ما يتحدثون فيه؟ ليش هم الآن يقتلون الناس الأبرياء العزل؟ ليش هم الآن يقاومون؟ مؤشرات حسن التعامل مع القرار، وقف إطلاق النار، التراجع، تمهيد، وضع الأسلحة الثقيلة في أماكن محددة للتمهيد للتواصل مع قرار 2016، هذا اللي نعرفه. طيب إذا لا فائدة يعني من الذهاب إلى مفاوضات أو محادثات أو مفاهمات مع هذا المكون الحوثي كما يذكر الدكتور فهد الشليمي. ولكن دكتور محمد جميح، يعني ألا يضع ذلك المنظمة الدولية مبعوثها إلى اليمن أمام مسؤولياته في حال أن ذهبت الحكومة وهي وافقت بالفعل على الذهاب إلى جنيف في منتصف هذا الشهر ولم يلتزم الحوثي بتطبيق القرار الأممي بالكامل، ألا يضع ذلك المنظمة الدولية ومبعوثها إلى اليمن ولد الشيخ أحمد أمام مسؤوليات أكبر، أمام مسؤوليات فعلية لإجبار وإرغام هذا المكون الحوثي على الاعتراف بالشرعية؟ طبعا نحن عندما نتحدث عن مجموعة دولية أو منظومة دولية نحن نتحدث عن مجموعة من مصالح الدول الكبرى، يعني المجتمع الدولي هذا مصطلح هلامي غير موجود غير محسوس. هناك أمريكا، هناك روسيا، هناك بريطانيا والصين وغيرها من الدول الكبرى وفرنسا، وهذه لها مصالح. الحوثيون يدركون بأن ما يسمى بالمجتمع الدولي هو مجموعة مصالح، ويعرفون بأنه ليس هناك أي نوع من الجدية في التعامل مع الملف اليمني وتطبيق القرار الدولي 22/16. علي عبد الله الصالح يريد من هذه الحرب أو يتصور أنه بهذه الحرب يمكن أن يستمر فيها من أجل استنزاف دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، يستنزفها ماليا ويستنزفها سياسيا وعسكريا، هكذا يتصور. وبالتالي يتصور أنه سيحقق بعض المكاسب التي سأذكرها. الحوثيون بطبيعة الحال يرون أنهم جماعة دينية مختارة من الله وأن الله هو الذي اختارهم من أجل أن يحققوا النصر الإلهي، وبالتالي قطاع كبير منهم يقاتل تحت هذه الراية. علي عبد الله الصالح والحوثي القيادات الذين صاغوا هذه الشعارات والذين لا ينخدعون بها وإنما صاغوها من أجل أن يخدعوا بها المقاتلين، هدفهم الأول والأخير من القرار الدولي هو أن ترتفع أسماء علي عبد الله الصالح ونجلة وزعيم الحوثيين وشقيقه والقائد الميداني للحوثيين، أن ترتفع هذه الأسماء من على لائحة العقوبات الدولية، وهذا ما يطرحونه في مسقط وفي غيرها من اللقاءات مع دبلوماسيين غربيين وأمريكيين على وجه التحديد. إذن علي عبد الله الصالح والحوثي يسعون من وراء هذه الحرب لتحقيق منجزات تخصهم هم، وهذا يعني شخصنة الصراع في اليمن، ويعني أن البلد بأكملها تدفع ثمنا باهظا من أجل أشخاص ممثلين في علي عبد الله الصالح وعبد الملك الحوثي. لكن الذهاب إلى جنيف من وجهة نظر الحكومة اليمنية يبدو أنها ترى أنه نوع من تتبع الكذابين إلى حد باب الدار كما يقال، من أجل أن تثبت للمجموعة الدولية أو الأمم المتحدة بأن الحوثيين لن يفوا بعهودهم ولن يلتزموا بتعهداتهم عندما أرسلوا أو قيل أنهم أرسلوا تعهدا خطيا بالالتزام الكامل بالقرار الدولي 22/16. مثل ما طرحت، المشكلة ليست في القرار الدولي ولا في البحث عن حل، الحلول موجودة وواضحة ومنصوص عليها في المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية.
هناك جهات تريد أن تلتف على كل ما تم إنجازه داخليا ودوليا، وهم الحوثيون وعلي عبد الله الصالح يريدون أن يلعبوا، ولكن الذي لا يدركونه هم الآن بأنهم أصبحوا يلعبون فيما يمكن أن يسمى بالوقت الضائع. يعني أصبح هامش المراوغة والمناورة بالنسبة لصالح الحوثيين ضيقا بشكل كبير، لأن الناس حتى العرب الآن والمجتمع الدولي بدأ يتعرف على أساليبهم في المراوغة. كنا زمان نتكلم عن أن الحوثيين يوقعون الاتفاق ثم يتملصون قبل أن نجف الحبر، لكن الآن الأمم المتحدة تدرك ذلك. ولكن دعوتها إلى جنيف هو أولا الأمم المتحدة منظمة دولية تريد أن تجمع الأطراف على مائدة التفاوضات ومفاوضات، وهذه هي مهمة المبعوث الدولي، يريد أن ينجح في هذه المهمة وهذا أمر مفهوم. جميل. بالنسبة للحوثيين هدفهم هم صالح أن يضيعوا مزيدا من الوقت ويحققوا مزيدا من المكاسب على الأرض. هم يريدون أن يتخلصوا من الألم الذي يسببه لهم التحالف العربي والجيش الوطني بالضربات العسكرية من ناحية، ولكنهم من ناحية أخرى يريدون أن يحتفظوا بالرغبة الجامحة لديهم بما حققوه من مكاسب سياسية وما حققوه من انقلاب وعلى الشرعية الوطنية واستلام الحكم بالقوة والوصول للسلطة بالقوة. إذن هم أمام هذين الأمرين، محاولة التخلص من النتيجة الحتمية التي يرونها أمام أعينهم عن طريق الحل العسكري، ولكن محاولة أخرى من أجل الاحتفاظ بالسلطة والالتفاف على القرارات الدولية. وأنا في تصوري أن الوقت ينفد، وأنه اليوم تتحدث التقارير الدولية عن أن البنك المركزي اليمني يكاد ينفد احتياطاته خلال نهاية هذا العام، يعني في غضون شهرين. هذه نقطة. والنقطة الأخرى أن البنوك الدولية الآن لا تتعامل مع البنك المركزي اليمني، وهناك حصار بنكي يفرض على اليمن غير مطروح إعلاميا تفرضه البنوك الغربية بشكل عام. نعم. والدولية. فإذا كان هناك تاجر يريد أن يستورد فإنه لا يستطيع أن يحرك مبالغ مالية من اليمن وخارجها بين اليمن وبين الخارج. لماذا؟ لأن البنوك الدولية تفرض حصارا على البنك المركزي اليمني والبنوك الأهلية في اليمن بحكم أن البلد تحت سلطة غير شرعية وانقلابية. وبالتالي أنا في تصوري أن الأيام والأسابيع القادمة ستكون صعبة على الحوثيين وعلى علي عبد الله الصالح، لكنها ستكون أصعب على المواطن اليمني بعد أن ينفد الرصيد المرصود أو الاحتياطي، وبعد أن تشتد وطأة الحصار البنكي على البنوك الأهلية اليمنية. نعم. وعلى البنك الحكومي المركزي اليمني. طيب دكتور فهد الشليمي، يعني الآن دائما يتم الحديث عن يعني أن الحوثيون يعني يريدون شراء الوقت، يريدون المماطلة، كسب الوقت، ربما الخروج بشيء من مثل هذه المفاوضات أو المفاهمات فيما يتعلق بالاحتفاظ بالأسلحة أو ما إلى ذلك. كل ذلك لا ينفع الآن أمام هذا التقدم العسكري، أمام الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني مدعوما بالتحالف العربي. أين هو الوقت الذي يريدون أن يكسبوه؟ يعني ليس هناك فائدة من كل هذه المفاوضات أو كل هذه المماطلة إذا كان الهدف فعلا هو المماطلة. إذن كيف نفهم هذا السلوك الحوثي الآن فيما يتعلق بالمسار السياسي؟ هو شوف بالمسار السياسي هو يضحي بالوحدات الأمامية بعيونه اللي موجودة في تعز وفي المناطق الفرعية، مدام ما يصلون إلى مقر قيادته الرئيسي، مدام ما وصل إلى صعدة وصنعاء هو يناور، ما عنده مشكلة، ويدفع الناس ويقول حرب الجهاديين. وبعدين هو ما يقاتل عمليات قتالية واضحة، هو يعمل عمليات إزعاجية آلية صغيرة وعليها كاتيوشا ويرمي ويزعج الناس ويقتلهم، لكن هو لم يشاهد الحقيقة عمل عسكري متجه عليه مباشرة. هو الآن الأعمال متجهة على أحزمة صنعاء، وبالتالي يقول أنا عندي وقت، مدام ما وصلوا عندي إلى يمكن يوصلون إلى البيت اللي هو بعدي ممكن هو يناور، لأنه هو الأخ مطمئن. لكن لو لقى له ناس تمسكه من رقبته وتهدده وتعدمه بحسب القانون الدولي لعرف كيف يتعامل، لو هددت حياته لعرف كيف يتراجع على هذا القانون. والنقطة الأخرى، حتى في المفاوضات القادمة، وأنا يعني أدعم هذا الرأي، لا نريد أن يكون حزب الله موجود في اليمن. هذا في المفاوضات القادمة يجب أن يبتر بتر، لأنك أنت كل تضحيات الناس والأموال والجهود كلها راح تروح سدى إذا سمحت للحوثي
وما شابه الحوثي وعفاش بالإدارة السياسية والتعامل السياسي. إذا رجعنا إلى نقطة الصفر وكأن عاصفة الحزم ما غامت. لا 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 لا، كل حروب لها ضحايا وكل حروب لها مجرمين، وعلي صالح وعبد الملك الحوثي من مجرمين هذه الحرب، ويجب أن يحاكموا ويجب أن يعلقوا على المشانق. وبالتالي علينا أن نكون واعيين أكثر. هو يريد أن الآن أن ينقذ نفسه عبر توريط الآخرين، عبر التضحية بالبسطاء المساكين، وعبر العيش على آلام المحافظات الأخرى ومنها تعز على سبيل المثال. لكن لم يهدده أحد في حياته، يعني ما حد هدده ولا حد قاضاه رفع عليه قضية أنه مجرم حرب. يا أخي هتلر أعدم نفسه، موسوليني علقوه على المشنقة، النازيين اللي تسببوا في خراب العالم أعدموهم في محاكمات نورنبرغ. يجب أن تكون هناك محاكمات لمن ورط اليمن، لمن سرق البنك المركزي، لمن ضرب الناس في عدن ودمرهم، لمن يقتل الناس في تعز، لمن عزل حتى الناس من وظائفهم. هؤلاء القوم يجب أن يدفعون. إذا لم تكن هناك قرارات بهذه الشدة وبهذه الرؤية سوف يستمر الحوثي. البعض يقول لا خلينا نعطي مجال للمناورة وبعدها نستطيع. هو فاهم هذه اللعبة، أنت طبق عليه العقوبة علشان حتى اللي حواليه ينفكون عنه، أبلغ أنه هو مجرم حرب. جميل. وأحكم عليه حتى حكم غيابي. هذه الأمور هي اللي تنفع مع رجال العصابات، هؤلاء ليسوا رجال دولة. جميل. إذا هذا يقودنا إلى يعني نقطة ذكرتها دكتور محمد جميح في بداية حديثك فيما يتعلق بدور الحكومة ومسؤولية الحكومة. الآن دكتور فهد الشليمي يطالب بأن يكون هناك تحرك من قبل الحكومة فيما يتعلق بمطالبة علي صالح، قيادات الحوثيين والمتورطين في قتل الشعب اليمني وتدمير ممتلكاته كمجرمي حرب الآن في هذه الفترة، في هذه المرحلة قبل حتى يعني تحرير اليمن بالكامل. أنت أيضا تحدثت عن فراغ أمني، ربما فراغ سياسي يكون في مرحلة قادمة قد تكون أو تتساءل، أو ربما البعض يتساءل عن كيف ممكن أن تتعامل الحكومة اليمنية مع مثل هذا هكذا فراغ. أليس من المبكر الحديث عن مثل هكذا أمور، خصوصا فيما يتعلق بالفراغ الأمني على سبيل المثال قبل على الأقل تحرير صنعاء؟ يعني هذا صحيح، يعني المشكلة أن الدكتاتوريات عندما تحكم البلدان فإنها تختصر كل شيء في شخصها. علي عبد الله صالح اختصر اليمن، الدولة والمؤسسة والجيش والأمن والإعلام والمال اختصره في شخصه، الدولة كلها مختصرة في شخصه. عندما ذهب ذهبت الدولة كلها معه، وهذا هو السبب، هو السر الذي يفسر، أو هو السبب الذي يفسر لنا كيف أن الدولة الآن والجيش والأمن والمؤسسات الأخرى تعمل وتقاتل أيضا. لماذا؟ لأنها مختصرة في شكل أو في شخص علي عبد الله صالح. وهنا الكارثة أو العبء يكون أكبر على من يأتي بعده، لأنه يأتي على هوة الفراغ الأمني والسياسي والعسكري. ولكن هذا لا يعفي في تصور الحكومة الشرعية من مسؤولياتها. اليوم عدن محررة والجنوب كاملا محرر ومأرب محررة وكثير من الأراضي في الشمال أيضا محررة، لكن ما هو الوضع الأمني؟ ما حقيقة الوضع الأمني في عدن اليوم؟ لماذا يعني قوات التحالف أسهمت بشكل كبير في تأمين المدينة؟ ما هو دور الحكومة اليمنية في تأمينها؟ لماذا تأخر تشكيل أجهزة الشرطة؟ لماذا تأخر دمج تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدمج المقاومة الشعبية بالجيش؟ يعني هناك أسئلة كثيرة ينبغي على الحكومة اليمنية أن تضع نفسها بموازاتها ومواجهاتها للإجابة عليها. لأننا اليوم إذا أردنا أن نحرر صنعاء من قبضة الحوثيين فلا بد أن تكون عدن أفضل حالا من صنعاء، من ناحية أمنية، من ناحية اقتصادية، من ناحية سياسية وما إلى ذلك، حتى نشجع ونحفز المدن الأخرى على الثورة ضد الحوثيين وحكمهم الشمولي والدكتاتوري والميليشاوي. علينا أن نجعل من نماذج المدن المحررة أفضل من نموذج صنعاء، من أجل أن نحفز صنعاء على الثورة. نعم. أما إذا كانت عدن تشهد اختلالات أمنية فأنا أعتقد أن مسؤوليتها المباشرة تقع على الحكومة، وأنها لن تشكل بيئة مناسبة وضاغطة ومحفزة. جميل. لأهالي صنعاء والقبائل المحيطة بصنعاء لأن تثأر وتثور ضد الحوثيين.
إذن هناك منظومة من الاحتياجات التي على الحكومة اليمنية أن تقوم بواجبها إزاءها من أجل أن تظهر كبديل قوي ومناسب سياسيا وعسكريا واقتصاديا وأمنيا للحقبة المظلمة التي كان يختصرها علي عبد الله الصالح في شخصه. شكرا شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. ضيفنا الكريم من الكويت الدكتور فهد الشليمي الخبير الأمني والاستراتيجي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، أرجو أن تبقى معنا للحديث في المحور القادم. وفي العالم بعيون سعودية بعد الفاصل. لافروف يطالب بتحديد هوية الجماعات الإرهابية والجماعات المعارضة الشرعية قبل بدء جولة جديدة من المحادثات. الأمم المتحدة تبدي استعدادها باستضافة حوار سوري في جنيف. ديم ستورا يؤكد على وجود خطة لانتقال سياسي تستند على إعلان جنيف وبيانه فيينا. همساي نتقصى الداخل، أوراق تتكشف وأجندة تحت المجهر. الخبر بدون قيود بملفات الخبير. همساي يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد. عقب محادثات مع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في موسكو، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا الحكومة والمعارضة السورية إلى بدء محادثات بينهما دون شروط مسبقة. أشار إلى استعداد المنظمة الدولية عقد اللقاء في جنيف. أكد ديمستورا أن لدى الأمم المتحدة خطة تستند إلى إعلان جنيف 2012 الذي ينص على انتقال سياسي في سوريا، إضافة إلى بيان فيينا، وقال إنه من المهم العمل على تشكيل حكومة تشمل كل الأطياف في سوريا. وحول مصير الرئيس بشار الأسد قال ديمستورا إنه يتعين أن يقرره السوريون بأنفسهم أثناء العملية السياسية. وكان المجتمعون في لقاء فيينا الجمعة الماضية اتفقوا على الطلب من الأمم المتحدة التوسط في التوصل إلى اتفاق سلام وإجراء انتخابات بإشرافها. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إنه من الضروري تحديد من هي الجماعات الإرهابية ومن هي جماعات المعارضة الشرعية قبل بدء جولة جديدة من المحادثات، مطالبا بمشاركة كافة أطياف المجتمع السوري في المفاوضات. وجدد لافروف موقف روسيا بأن الشعب السوري هو الذي يقرر مصير الرئيس بشار الأسد. من جهة أخرى ناقش وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة إمكانية الحصول على دعم دولي لتسوية الأزمة السورية على أساس إجراء حوار وطني في سوريا. كما بحث الوزيران مسألة دعم تشكيل وفد مشترك من المعارضة لإطلاق حوار سياسي وطني مبكر وتوحيد المواقف في مكافحة الإرهاب. مساع دولية لإخراج سوريا من محنتها كان آخرها جولة أممية يقوم بها ديمستورا وتحمل في جعبتها الكثير. فقد صرح المبعوث الأممي للشرق الأوسط من موسكو عن استعداد الأمم المتحدة عقد اجتماع سوري في جنيف يضم الأطراف المتنازعة في سوريا بغية تقريب وجهات النظر ووضع حد للعنف في البلاد. ومن جهته أعلن لافروف التزام بلاده بمجريات اجتماع فيينا ورغبة موسكو في تحديد مواقع من سماها المعارضة السورية الشرعية. ما يقوم به السيد ديمستورا هو تضييع للوقت، هو إعطاء القاتل الفرصة والوقت ليكمل القتل ويكمل تدمير سوريا. والقاتل هو كان النظام، الآن صار النظام وقوات الاحتلال والغزو الروسي إضافة إلى الميليشيات الطائفية الإيرانية والتابعة لإيران.
سبق ذلك تحركات إقليمية ودولية لإيجاد حل للأزمة السورية التي جاوزت عامها الخامس، مخلفة وراءها تركة ثقيلة من آلاف الشهداء والمعتقلين والأيتام. بدأ المجتمع الدولي حراكه هذا بعد اشتداد الضربات الروسية واستهدافها للمدنيين والمعارضة السورية. وكان اجتماع فيينا الذي عقده وزراء خارجية كل من السعودية وروسيا وأمريكا وتركيا باكورة هذا التحرك الدولي السريع، ولكنه مني بالفشل بسبب اختلاف حول مصير الأسد، وتمت بعده دعوة إيران للمشاركة في الاجتماعات المستقبلية بناء على طلب روسي. نحن نعتقد أنه إن لم تتوفر إرادة ورغبة حقيقية دولية في إيقاف حمام الدم السوري فلن يكون هنالك حل في المستقبل المرتقب، رغم أننا في الائتلاف الوطني حريصون أشد الحرص على أن يكون الحل في الأمس قبل اليوم. اجتماع فيينا الثاني تمخض عن بيان يقضي بضرورة الحفاظ على وحدة الأرض السورية ومؤسسات الدولة وإجراء انتخابات رئاسية بإشراف أممي، ولكن مصير الأسد وتوقيت انسحاب القوات الإيرانية والروسية المقاتلة في سوريا لم يتم الاتفاق عليه وسط عدم رضا من المملكة وامتعاض من إيران، ما رده تصريحات وزير الخارجية عادل الجوبير التي دفعها للتلويح بالانسحاب من أي اجتماعات تخص سوريا. مساعا إقليمية ودولية لحقن دماء السوريين عبر إيجاد حل سياسي تتفق عليه جميع الأطراف، كان أبرزها زيارة ديمستورا لدمشق وموسكو بعدها، علّه ينجح في مهمة فشل فيها كثيرون قبله. لبرنامج العالم بعيون سعودية، ليندا غليني، اسطنبول. وللقضاء أكثر على هذا المحور نواصل مع ضيفنا في الكويت الدكتور فادي شليمي الخبير الأمني والاستراتيجي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، كما ينضم معنا من اسطنبول في هذا المحور الأستاذ جورج صبرا رئيس المجلس الوطني السوري وعضو هيئة رئاسة الائتلاف المعارض. من جديد أرحب بكم وأحييك سيد جورج، وأبدأ معك الحديث حول يعني مستجدات المسار السياسي أو مسار التسوية خلال الفترة المقبلة. كان هناك حديث أستاذ جورج حول اجتماع أو جمع ممثلي المعارضة والنظام في موسكو الأسبوع القادم، لكن اليوم ستيفان ديمستورا يتحدث عن دعوة لمحادثات ما بين النظام والمعارضة في جنيف تستند على جنيف 2012. أنتم في المعارضة سيد جورج، يعني كيف تراهنون على مسار التسوية السياسية خلال المرحلة المقبلة من خلال الدعوة الروسية أو من خلال دعوة المبعوث الأممي؟ بالنسبة للدعوة الروسية لا أعتقد أن بها ما يكفي من الجدية حتى يبحث الإنسان بجدية كافية، هي مجرد إعلانات إعلامية. وروسيا عندما تتحدث عن المعارضة تتحدث عن معارضة تريدها هي، تضع لها المعايير وتضع لها السقوف، وقد دعت إلى ذلك في مؤتمر جنيف 1 وجنيف 2 وكذلك مؤتمر الأستاني التي أشرفت عليه، وذهبت كل هذه الجهود هباء لأنها لا تريد أن تتوجه حقيقة وبشكل مباشر إلى من يمثل الشعب السوري، والأرض السورية هي التي تتحدث عن ذلك. أما ما يتعلق في مشروع الحل السياسي فما زال حتى الآن يستند إلى مرجعية جنيف 1، ذاك البيان الذي بني عام 2012 على مبادرة من السيد كوفي أنان، دعمت بقرار مجلس الأمن 2118، دعمت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262 لعام 2013، والتي تتحدث بوضوح عن إنشاء جسم حكم انتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية، مما يعني أن لا يكون لبشار الأسد أي دور في المرحلة الانتقالية أو في مستقبل سوريا. أتى بيان اجتماع فيينا مؤخرا ليلقي ستار من الضبابية على مسيرة هذا الحل، والسبب في ذلك هو الهدية المجانية التي قدمت لإيران بالاشتراك في هذا المؤتمر، رغم أنها لم توافق على بيان جنيف 1
وهو القاعدة الأساسية للعملية السياسية في سوريا. نعم. كذلك أيضا هي تشارك في العمليات القتالية، هي طرف فيما يجري في بلدنا إلى جانب النظام. لذلك نقول إن أي مسعى لا يستند حقيقة إلى المرجعية الأساسية وهي بيان جنيف واحد هو محاولة لإضاعة الوقت ومحاولة لأخذ المسار السياسي إلى المكان الخطأ، خاصة وأنه بني على جنيف واحد مؤتمر جنيف اثنين، وكان هناك جلستان من المفاوضات بين الائتلاف كممثل للمعارضة وقوى الثورة وبين ممثلي النظام، لكن النظام هو الذي عطل ذلك المشروع. نعم. طيب سيد جورج، يعني حينما يعني تقول ان روسيا تريد يعني تكوين معارضه او تحديد معارضه تريدها هي، اذا كانت الدعوه في موسكو ربما تنتقي بعض الاسماء توجه لها دعوه او اسماء معينه، لكن حينما يعني يطالب وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف بتحديد الهويه الشرعيه كما يقول للمعارضه السوريه، اذا هنا هي مسؤوليه من؟ هذا التحديد هو أليس من مسؤولية الشعب السوري، المعارضة السورية الآن، وهذا هو دورها، أم أن هناك هدف آخر من مثل هذا التصريح؟ للأسف أن السيد لافروف بعد 5 سنوات من مسيرة الثورة الدموية التي لا يشبهها شيء، وكذلك بعد أكثر من 50 سنة من معاناة الشعب السوري مع نظام القتل والاستبداد، لم يهتدي حتى الآن إلى عناوين المعارضة. عندما نشأ المجلس الوطني السوري عام 2011، المظاهرات السورية رفعت لافتات تقول المجلس الوطني يمثلني، وتجربة المجلس الوطني انتهت إلى الائتلاف. في مؤتمر مراكش أكثر من 117 دولة قالت إن الائتلاف هو الممثل لقوى الثورة والمعارضة السورية، وها هي الصلة المنضبطة والحازمة بين الائتلاف وقوى الثورة المقاتلة في الداخل عبر بيانات مشتركة ومواقف مشتركة تقول نفس الوضع. والسيد لافروف نفسه استقبل عدة وفود من المجلس الوطني، من الائتلاف، من هيئة التنسيق، وكذلك معظم شخصيات المعارضة التقت به في موسكو. فما معنى أن يثار السؤال اليوم أين هي المعارضة؟ شيء مؤسف ذلك، أي إعادة الأمور إلى المربع الأول، رغم أن القضية قطعت شوطاً الأمم المتحدة عبر ممثليها من السيد كوفي أنان إلى الأخضر الإبراهيمي إلى السيد مستورة، التقوا عشرات المرات مع ممثلي المعارضة. لذلك نحن نستغرب هذا الطرح ونعتقد أنه غير جدي على الإطلاق ولا يسعى بالاتجاه الصحيح نحو الحل السياسي. نعم. دكتور فادي الشليمي، يعني هل تعتقد انه مثل هذه التصريحات الروسية الان ربما تناقض او تجعل يعني المتفائل او من كان متفائلا بإمكانية انطلاق تسوية سياسية فعلا في سوريا يعني يتراجع قليلا بعد هذا الحديث حول المعارضة المعتدلة او ما اسمتها روسيا بالمعارضة الشرعية، وكأنها تريد تفصيل محادثات او مفاهمات ما بين النظام ومعارضة يعني لا نعلم يعني ما هي هذه المعارضة؟ كيف ممكن أن نفسر هذا السلوك وهذا التوجه الروسي إذا كان هناك فعلا من إرادة سياسية لتسوية الأزمة؟ أرحب الأستاذ جورج صبرا والحقيقة على تواجده معنا. خليني أقول لك، منذ بداية الثورة السورية روسيا كانت ضد الثورة السورية حقيقة. منذ البداية كانت روسيا تدعم الأسد، هذه حقيقة أخرى. نعم. منذ البداية روسيا كانت تنسق مع إيران، حقيقة ثالثة. هذا كله حقائق موجودة على الأرض. الآن الروس الآن تورطوا وهذه حقيقة، هم فكروا أنهم راح يجون بأسبوعين يخلصون الموضوع ويضربون كل المعارضة اللي موجودة ويبغى الأسد ومجموعة مهمشة أو داعش، وهم غلطانين. روسيا تنزف الآن، أسعار الروبل نزلت، الاقتصاد الروسي يعادل نصف ناتجه نصف العام السابق لانخفاض أسعار النفط ولعوامل كثيرة،
روسيا الآن تبحث عن حل، بنفس الوقت الأمريكان والأوروبيين لا يعاونونها، يعني مش داشين معاهم. لكن أيضا لماذا روسيا موقفنا لها وهي ماخذة موقف عدائي من الثورة السورية؟ 80% أو 90% من المجموعات اللي تم قصفها كلها هي المعارضة الوطنية والمعارضة المعتدلة والجيش الحر. هذه المعلومات كلها تدلل على أن روسيا ليست صاحبة حل، روسيا عدو محتل لسوريا، روسيا الآن تريد أن تستحوذ على الملف السوري، وإيران الآن تستذبح. تعرف كم عدد الإيرانيين في سوريا الآن؟ ترى 20,000 إيراني، ما عليك من الأرقام اللي يقولونها. هناك القادة الآن لما انكشفت إيران بدأوا يصرحون لكي يعطون تواجد شرعي لإيران أنهم متواجدين. الروسيين الآن بينهم شد وجذب لكسب الملف الإيراني، لكسب الملف السوري، وبالتالي هذا كله ضحك على الذقون، وهذا كله استهتار بحياة الناس. ألف سوري يقتل باليوم في يعني هذه الهجمات الروسية، لا تفرق ما بين المدنيين، والناس كلها قتلت. لذلك قبل لا أختم، أعتقد أن الحل بالنسبة لنا واضح وضوح هذا الكشاف اللي أمامي. سلحوا الثوار بصواريخ ستينجر أو الآيباد، وسلحوهم بصواريخ التو المضادة للدروع، وشوفوا كيف يفعلون سواء مع الطيران الروسي أو مع إيران أو مع هذا هو الحل لكي تتساوى القوتين. الأمريكان والأوروبيين على استحياء، يعطونهم صواريخ ولها كود ولها شيفرة ولازم تسلمهم، يعني يعطون قيود. أيضا حتى المواقع اللي هاجمونها الثوار السوريين أيضا ترى مقيدة. يعني اليوم الدكتور عبد الله الشايجي كنت معاه في استمع له بندوة، يقول للأخ أسعد مصطفى وكان هو وزير دفاع سابق في المعارضة السورية، اليوم أنا كنت معاهم الليلة، يقول ليش ما يضربون دمشق؟ ليش ما تضربون القرداحة؟ في قيود لا تستطيع أن تعملها. هذه الجماعات المسلحة مسيطر عليها أيضا ترى من بعض الجماعات من أمريكا في طريقة غير مباشرة، وبالتالي في قيود. الحل، روسيا ليس لديها الحل، روسيا لديها الموت والدمار والخراب اللي سببته لسوريا، وتدعم إيران وتدعم حزب الله. وخلي الآن روسيا تنزف باقتصادها وآلتها العسكرية داخل سوريا للأسف الشديد، لكن هذه راح تكون معاناة السوريين. والحل يجب أن ندعم الثوار السوريين، نعم، بالصواريخ والمضاد الدروع، ودعم أيضا سياسي، وأن يتم حتى تسهيل الحدود لهم للدخول، لأن هذا الوضع غير مقبول. وأنا أقول لكم مقولة قالوها اثنين دكاترة أو اثنين مختصين الليلة سمعتها، إذا سقطت سوريا هناك مؤامرة كبيرة على المنطقة وعلينا في الخليج. إذا سقطت سوريا وهي 70% من طائفة واحدة، والآن هناك توجه لإفراق سوريا من الطائفة السنية كلها، إذا سقطت سوريا فالدور علينا، لا يجب أن تسقط سوريا. طيب، ويجب أن ندعم السوريين. طيب، نقطة مهمة دكتور أو سيد جورج ذكرها الدكتور فهد الشليمي، روسيا دعمت نظام الأسد منذ البداية، نسقت مع إيران أيضا منذ البداية، ولكن هناك بوادر جديدة اختلفت الآن بعد الدخول الروسي. يعني موسكو أمس مثلا صرحت أن بقاء الأسد في السلطة ليس حتميا بالنسبة لها. أيضا هناك يعني حديث عن 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 خلاف بين أهم حليفين لنظام بشار الأسد وهما إيران وروسيا، من خلال حديث القائد العام للحرس الثوري الإيراني وتصريحاته التي يعني اتهم فيها روسيا أنها يعني تبحث عن مصالحها في سوريا. إذن هناك بوادر لتخلي أو خلاف ما بين إيران وموسكو، ما بين تخلي موسكو عن نظام الأسد في ظل هذا الحديث عن التسوية السياسية، أليس أو ألا تعولون أيضا على أي دور ربما يكون من خلال يعني مجموعة فيينا، من خلال أصدقاء سوريا
من خلال أيضا تنسيق ربما حتى لو مع روسيا في هذا الجانب؟ اسمح لي بداية أن أحيي الدكتور فهد وأشكره على هذا البيان الواضح والفاضح لأعداء سوريا، وأقول له بوضوح أن السوريين يعرفون أنهم يخوضون معركة الحرية والكرامة لهم، لكنهم يخوضون معركة العرب، وانتصار الثورة السورية هو انتصار للعرب قبل كل شيء آخر. أشكره مرة ثانية. أما ما يتعلق في الوضع الروسي، النظام سقط منذ عام 2012، دخلت إيران لمساندته وإعادة تأهيله، فشلت، أدخلت ميليشيات طائفية من لبنان، حزب الله، من العراق، كتائب أبو الفضل عباس، كل ذلك انتهى وتبدد. دخلت روسيا أيضا في محاولة من هذا النوع، ربما تستطيع إطالة عمر النظام لكنها ستعجز عن تحقيق ما فشلت كل الجهود الإيرانية السابقة في فعله. وها هي أيدي الجميع تحترق في سوريا، جنرالات إيران يعودون في توابيت من الأرض السورية إلى طهران. نعم. جنود الرئيس بوتين ينتحرون في القواعد الجوية السورية، وفشلوا من استعادة شبر واحد من الأرض التي حررها السوريون بدمائهم. أما بالنسبة لنا، الثورة مستمرة في مقاومة كل أشكال الغزو، إن كان إيراني أو ميليشيات طائفية أو روسي أو غيره، لأن الذي ثار من أجل حريته ضد مستبده الوطني من الأولى أن يثور ويستمر في حمل البندقية ضد محتله الخارجي. العملية السياسية دخلنا فيها بجد، والعملية السياسية هي مطلب حقيقي للشعب السوري. نعم. وقد بني لها قاعدة، ولن يقبل السوريون التزحزح عن هذه القاعدة. للأسف الفراغ الذي تركته السياسة الغربية في المنطقة، التردد والرخاوة للسياسة الأمريكية هي التي أفسحت المجال للتدخل الروسي، لكن أعتقد أنه سيواجه الفشل كما واجه الجميع. وما محاولته في فيينا وما هذا الحراك الذي يصطنعه في موسكو، أعني التدخل الروسي، إلا محاولة للخروج قبل الاحتراق الأكبر في الأتون السوري، الذي اتضح حتى الآن للجميع أنه غير قابل للتراجع إلا بالانتصار. نعم. طيب، بالحديث عن التردد، لعلنا نختم بهذه النقطة سيد جورج صبرة، التردد الأمريكي، الدكتور فهد الشليمي طرح موضوع تسليح المعارضة، هل تعتقد أن هذا الدخول الروسي الآن ربما يعني يفتح المجال للحديث عن تسليح المعارضة من جديد من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية باختصار إذا سمحت؟ يجب أن يفتح ذلك. نحن لدينا اعتراف من المجتمع الدولي بحقنا في الدفاع عن أنفسنا، لكن كيف ندافع ضد طائرات سوخوي؟ كيف ندافع ضد البراميل التي يسقطها بشار الأسد؟ نقول أكثر من ذلك، في الطائرات الروسية في ظل الوجود الروسي العسكري والسياسي الكثيف في سوريا، على مدينة دوما سقط 94 برميل. نعم. خلال هذا الشهر فقط. لذلك من حقنا أن نحصل على السلاح الذي يرفع الموت عن نسائنا وأطفالنا وبيوتنا. جميل، كل الشكر لك سيد جورج صبرة، رئيس المجلس الوطني السوري وعضو هيئة رئاسة الائتلاف المعارض، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا لضيفنا من الكويت والذي كان معنا على مدار ومحوري هذه الحلقة، الدكتور فهد الشليمي الخبير الأمني والاستراتيجي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، شكرا جزيلا لك. الشكر لكم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من العالم بعيون سعودية، موعدنا الخميس في حلقة جديدة في أمان الله.